السلام عليكم سيد. عليكم بس السلام ورحمة سؤال، الله. زوجي دوم دا يتعارك وياي، يعني ما حاسبني اني مرة اليه، كل ما يحكي وياي ويقول لي انت كلش خدامة بالبيت يعني، وتعبت واكثر اشياء يعني ما اريد اني اسويها وياي، فكل ما يتعارك وياي اراضي اني، كل ما يتعارك وياي اراضي اني، بس بالاخير تعبت من عندان فقمت اعزل فراشي عنه، هل جائز هذا الي ام لا؟ السؤال عليه حال كثير ما نسأل هذه الأيام، أنه الزوج يتعامل مع زوجته تعاملا سيئا، تعامل السيء بمعنى المعاشرة غير الصحيحة، معاشرة غير الحسنة، شجار وضرب وإهانة وتذليل وتسفيه، هذا كله ما يجوز. ما يجوز للرجل أن يهين زوجته، ما يجوز للرجل أن يضرب زوجته بدون أي مبرر، وإهانة الزوج عليه حال منهي عنها في الإسلام، والرسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك بشكل كبير. فلذلك معاشرة الزوج لابد أن تكون معاشرة حسنة، والقرآن الكريم يقول وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. العشرة بالمعروف كيف؟ ضرب؟ لا. إهانة؟ لا. فهذا الأخ يعني محاسب يوم القيامة على هذا الفعل. تقول أنا كثير من الأحيان أسامح، كثير من الأحيان أتجاوز عن الأخطاء اللي يسويها والإهانات اللي يقوم بها، ولكن هو يعتبرني خدامة ويقول أنت خدامة لست إلا. هذا يظهر الأخ ما مرتاح مع زوجته، يعني عنده مشكلة مع زوجته، لابد الواحد يقعد وياه ويسولف معاه. ولكن أنت تقولي أنا تركته لأنه مأذيني وأنا عزلت الفراش. هنا في واقع الحال إذا كان الرجل سيء مع المرأة، والمرأة تريد على حال حقها، تريد حقها، يعني ما يصرف عليها، يأذيها، يضربها، هنا يجوز لها أن تمتنع حتى يرجع إلى الله، حتى يعدل، حتى يحسن علاقته. نعم، الهجران، هجران الزوج على حال لأخذ الحق أو لبيان الظلامة، هذا لا إشكال فيه، ولكن لابد أن تطرحين هذا الأمر إلى أهلك، تطرحين هذا الأمر إلى كبار العائلة حتى يحلوها، ولا تبقى الحياة هالشكل، هذه ليست صحيحة. الله يبارك فيك.